مشاهدينا الكرام، قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. هنا أنفيلد، حيث الأجواء والمشجعين والتاريخ والأشياء التي لا يمكن وصفها في هذا الملعب العالمي. لحظات قليلة مرت على انطلاقة المباراة. فينالدوم، شاكيري يلعب العرض، محمد صلاح، الأخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. هذه براعة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. جوميز، فينالدوم، أرنولد، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني، لمسة على اليسار، يلعبها عرضية. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، بإمكانه إبعاد الكرة. روبرتو فيرمينو، شاكيري، شاكيري، أوه، تصدي غير عادي من حارس المرمى. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. أنفيول يبعد الكرة ويبعد الخطورة عن مرمى فريقه. كوليبالي، قلب الأسد، يبعد الكرة بشكل رائع. وستكون هنا رمية تماس. هامشيك، زيلينسكي، هامشيك، هيساي. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. إنسيني، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. هيساي، الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. شاكيري، أرنولد، إنسيني، يلعب كرة بينية، كرة في المساحة الخالية مع زيلينسكي، يلعب كرة عرضية، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. شاكيري،
لوحدة بمجهود فردي. تحرك شاكيري يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعبها إلى منطقة الجزاء. هيساي يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. الله على الكرة، جميلة. يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. فينالدو أرنولد ينجح في بعدها عن مناطق الخطورة. يستعيد الكرة مرة أخرى. خوسيه كاليخون، ميليك، كرة خطيرة نحو الأمام، فكرة ممتازة ولكن التنفيذ لم يكن جيد. شاكيري ويستمر في انطلاقته في محاولته، لديه فرصة ليلعب كرة عرضية. روبرتو فيرمينو، روبرتو فيرمينو، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. محاولة رائعة، تسديدة جميلة من مسافة بعيدة. ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. ليفربول سيطرة كاملة على الشوط الأول لكن بدون فاعلية حقيقية، فرص بالجملة ضاعت. هذا الأمر قد يجعلهم بعد ذلك يندمون على إضاعة كل هذه المجهودات وكل هذه الفرص. رافينهو على تنفيذ الخطأ. إنسيني، ساديو ماني، تحرك جميل بالكرة، ينجح في المرور، هذه فرصة خطيرة. روبرتو فيرمينو، شاكيري، كرة على الطرف وأرضية قوية. أمبيول في المكان المطلوب للتغطية بشكل صحيح. الكرة ملعوبة إلى شاكيري. يا إلهي، تدخل جميل في اللقطة الأخيرة. شاكيري، فينالدو، تسديدة من أول لمسة، تصدي رائع جدا من الحارس. فينالدو، نعم نعم، حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. خوسيه كاليخون، روبرتسون، فينالدو، شاكيري، أرنولد، تمريرة جميلة. شاكيري، فابينهو يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، لمسة بينية. فينالدو يحصل عليها. إنسيني، خوسيه كاليخون، هيساي،
يستعيدها ساديو ماني، يحاول تمريرها من بين المدافعين. شاكيري، الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة ليقدمها الجول كيبر. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. بكل هذا جول جميل، ركنية رائعة ورأسية في غاية الجمال. نتابع المباراة والنتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. زيلينسكي، دفاع يغلب كل المناطق، لا يسمح للخصم بالمرور في مباراة اليوم. فابينهو، ماني، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح يلعبها على اليمين. يا إلهي، والتسديد، كل عام الكرة إلى الأمام، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. غوميز يتدخل بنجاح، يمر ويلعب كرة بينية. ماذا بعد كل هامش؟ كرة إلى الأمام، شاكيري يحاول أن يلعب كرة بينية، الحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. الحكم يطلق صافرته لكن احتساب خطأ. روبرتو فيرمينو، يلعب كرة بينية، كرة عرضية، عرضية، ميرتنز تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. روبرتو فيرمينو يحاول تمريرها من بين المدافعين. إنسيني، لمسة بينية، كرة تمر من الجميع. ماشي في موقع جيد لاستغلال المساحة، المسافة وأيضا مرتدة. محمد صلاح يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، أبعدوها. الفيول يبحث عن المهاجم، يحاول أن يلعب كرة بينية، تسلل غير موجود. هامشيك يلعب كرة، يا إلهي، هدف. بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل. نلعب في وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. بعد بذل كثير من المجهودات، بعد روح عالية، بعد مستوى كبير، لاعبين يستحقون بصراحة الشكر على أدائهم، لكن في الأخير لم يتمكن أحد من تحقيق الفوز أو